في جميع مدن العالم، وربما تكون الوحيدة للمئة سنة القادمة. قناة اسطنبول الممتدة من بحيرة تيركوس شرقا ومرورا ببحيرة جكمجة وعابرة لسد سازلا وصولا إلى البحر الأسود، تمتاز بعرض يصل إلى 400 متر وبعمق يصل إلى 24 مترا. وفي مدخل بحيرة جكمجة تتراوح سعتها ما بين 1000 متر إلى 2100 متر على طول القناة. وفضلا عن وجود الطرق البرية للدولة، سيتم بناء 10 جسور على جانبي القناة الشرقي والغربي، والتي ستربط المدينة الجديدة ببعضها البعض بتصاميمها الفريدة والمختلفة. ستمنح القناة